هيدا العمل هو بالتعاون من سيناريو سرمدا لنايل سرمدا. بدنا نتذكر قبل كل شيء الممثلين والممثلات اللي هن من سرمدا. تم هيدا العمل بالتعاون مع مركز الثقافة الفرنسي بشكل خاص لإلهم ولوزارة الثقافة. إن شاء الله تستمتعوا كثير بهيدا العمل يلي هو من كتابة وابتكار الممثلين. اوكي اول شيء ثانك يو لكم، اهم شيء لانه انتم السبب يلي عم تخلونا نرجع نعمل مسرح ونضلنا عم نستمر. حبينا هالمره بالتعاون اكيد مع سيناريو وتحت اشراف رغده انه يكون هذا العمل في محل تراثي. اولا نتشكر اكيد مركز ثقافه فرنسا على هذه الفرصه في دار الامر، وان شاء الله تستمتعوا بهذا العرض ويكون حلو، واكيد العروضات القادمه الثانيه خلال الصيفيه بكي وخليكم ناطرين. ثانك يو لكم. شكرا فيكم تصوروا بس تكون. يا هلا يا هلا، شرفتوا والله. اهلا وسهلا فيكم. اول شغله بدنا ثاني شغله، هيدي الضيعه مثل اي ضيعه ثانيه، ما بتفرق شيء عن غيرها. فيها ناس مشكله، فيها ناس هاي وناس هاي، وبنفس الوقت بيمروا علي ايام هاي وايام هاي من المرات. هلا حتشوفوا الكاتين واشياء بتتلزق منها، حتقطعوا من حد كل وحده فكره، حتسمعوا قصه جديده بس مش القصه الاصليه، حتسمعوا قصه مبهره ومدبله عكسونه، هيدي عداتنا نحن مشان نطلع منها. واذا مع انه اكيد انا فيكم، بس اذا حسيتوا في شيء حتشوفوه بلامس الوقت فما في لكم غير على الله العوض. شو وصلها لعنده للظابط؟ حظنا العاطل يا ريس. خليك خليك انا بحلها. تمام. الو عايدنا اشرف، بعد نص ساعه بدي اكون عند بيو بالبيت. يلا باي. الو ايه، 10000 دولار على مكتبي قبل الدور او انسى امره. واضح؟ تمام ناطر. يلا لكان انتبه لي على السوق، انا عندي اشياء ثانيه بدي اروح انتبه. اكيد يا ريس. يلا حبيبي حبيبي اهلي بكبر فيكم انا. هلا يا 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 سمعت اللي عم تسمعته؟ لا شو في قوليلي. هلا بعدين بخبرك. طيب ماشي. جيني هلا حنوطي ايدك، روح اشوف شو بدك تجيب. شو ناقصك يا بعدي؟ مشي مشي بلا لازمة تضحك. انا طول عمري بدي اشتغل شغل الزلمه والمره بهالبيت. يلا رجعت حليمي عادت القديم. انه يا بنت شو ناقصك؟ خلي ايش دراما هلا؟ لسا العيلة عم تطلع علينا، مش بدك فخيد؟ مشي نجيب فخيد من عند النفخ. رايحة رايحة. من الأول. تروح تتصدر حبيبي روح شو بدك تشتغلي منها. دخيلك بلاها وبلا شوفتها. مرحبا فهد. هلا كرم. عندك فخيد؟ شو شايفك؟ كيف عم تضحك؟ مونس. في عندي شيء امبارح طلعته
هيك عم تقضي؟ شو بدك مصاري؟ بس خبرينا شو خبرية حلوة. أنا ما بهرب. ما بتهرب، على أساس إحنا هون مش هربانين. لك نحن إذا بدنا نشوف بعض بنضلنا مثل الحرامية. لوي لوي حنلاقي حالنا مع بعض. لو رياضتك خطيفة واللي بده يصير يصير. خطيفة؟ لك نحن بدنا نهرب للمشاكل، بتقوم تزيد المشاكل وبتسبب حرب بين أهلي وأهلك؟ منسافر ومنتجوز مدني يعني، أنا حينزلطع حالتين. بعدين ما فكرتي بالمستقبل، إذا إجانا أولاد بيربوا بعيد عن أهلهم وفصلهم. أصل فصل. لك على القليلة هونيكي بيأمنوا مستقبلهم بيعيشوا بكرامتهم. لك إذا عن جد بتحبني سافر معي. ولكن
هلاقي حل وهو ما بعرف فيه. لا بقول لك عطيني شنطتك وطلع فيه. خلص مشي معي مش كانه صاير شيء. هاي هاي انا هين على المحكمه. يلا كمان بسبقكم حكيت انت اللي معنا. يلا سمعتوا عم يحكوا انه طلعوا اللي قتل ابنه ليحيى من الحبس لان دفعوا له مبلغ كبير. لا ما بصدق وحياتي. مستحيل. من شوي سمعت عم يحكي على التليفون وهيك قال. قولي ما بستغرب كل شيء هالايام عم ينحسب بالمصاري وكل شيء مصلحه. وين العدل؟ لك العدل اي عدل؟ هلا اخدين هيدا الغريب على المحكمه تنشوف شو بدها تحكم العداله. جاي لعنا وبكل عين وقحه بيخطف ابن الضيعه ولا كمان عم بيطلب فتي 50,000 دولار. شو 50,000 دولار؟ يا كثير 50,000 دولار. شو هيدا؟ طب ليك انت عرفت شو صار مع كلوي وامي؟ ايه صح انه بدهم يروحوا خطيفي. هيك سمعتهم عم يحكوا انه اهلها مستحيل يقبلوا تتجوز من غير دين. يعني هلا امها جورجيت بدها تقبل بنتها الوحيده تاخذ مسلم. اكيد ما هن مش مصدقين انت تسافر للبطل تحكي معه. مش على اساس قدمت على شغل بفرنسا؟ بيني وبيني ممكن كثير كثير يكون عم يضحك عليا لانه اهلها مزنقلين وما مصاري بصير يسافر ويترك هالبلد. يا حرام هالبنت صدق انه بحبها وبده يتجوزها. مش شايفه كيف تقلق حالها علي؟ ليك هلا بيكون عم يقنعها بهالتمثيليه ليبقى لتبقى هي بلبنان انه هو مغروم فيها يعني. ايه والله. اصلا اذا اجاهم اولاد كيف بدهم يربوهم بعيد عن عائلتهم؟ واصلا على اي دين؟ بعرف. ايه معك حق. خلص ها مشي مشي على المحكمه شوف شو فيه. ايه مشي. ايه ايه هلا هيك نوزع لكم هولي للمحكمة على الطريق كرمال لنا نعرف الحق يعني. ايه ولا لا؟ يلا هلا نوزع لكم على الطريق للمحكمة قبل بالنهاية. تفضل حبيبي. لوين رايحة؟ على المحكمة حبيبة. هذا ورانا ولا؟ بس ما اتفقنا.
طلوا حبابنا طلوا. أيوة هربوا 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 طلوا يلا هربوا هربوا. ولك طلوا حبابنا طلوا. هربوا هربوا لعندي هربوا مستحيل هربوا. يا هلا يا هلا. ولك طلوا حبابنا طلوا. ما حدا حفظها؟ ونسم يا وبلادي. وطلوا حبابنا طلوا. فلوا حبابنا فلوا انطوف دياها وبلادي من اوجاعنا فروا غصيت قلوب الاخوه عالوجع التقينا وبالنوايا افترقنا وبالهموم تغزينا ونسينا مجد جدالي نحن اهداف ببالو منا هالين موال حضرة الراضي، أنا سارق، قطعت الباب ضيعوه
كوني ممثل عن القانون ورمز للنزاهة والعدل رح آخذ بعين الاعتبار يلي لقيته. وني بصر قربت عندي. تفضل يا ستي. خبرينا شو شفتي بوقت الحادثة؟ يا حضرة الضابط يلي عم اشوفه بخور بشيب شعر الراس. الله يحمي بنتها من القطع العذاب يلي نام تسممنا. شكلها عم تحكي عن الضابط. هاي يا هاي فرطوشي. حبيبي شو خصني انا؟ طلع حالك اذا بتريدي. انا بدي احترم حالي. حضرة الضابط ما عم فينا نعمل شيء. مش معروف ان كان هاللحمه خاصه من تدقى ولا صرامي. لا عم دي انطف لحمه. ايه اذا انت مش سالاني عن ابنك انا شو خصني؟ ايه اوعد تجيبي سيرة مرتها. المرة الماضية اشترينا من عند فوارق طلعوا مرين ما بيتاكلوا. مرين؟ ايه مرين. لا انا ما خليني احكي معك. اليوم المحكمة ها شو هتفضل؟ شفت يا سيد القاضي؟ هيدا بالظبط يلي عم تحكي عنه البصارة. هذا القتل هو القلب هو العقل يلي فات على القايمة عنه وبعد سموا عنه بالحي. خبرينا شو شفتي كمان؟ عم بشوف ريانا. ريانا عظمى. حرام الحكي يا حضرة الضابط، ما تعبيني على بنتنا جايبة فاضية. خلصتي شهادتك؟ لا يا حضرة الضابط، لسه ما بلشنا. اذني بالموضوع بالقضية اللي طرحينا. الله يعافيك يا حضرة الضابط. حضرة الضابط، أنا عندي شيء لازم أقوله. عظمى، خلينا بالقضايا اللي هذا ما عندنا.
جد؟ كرم 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 ابني؟ لخيو كرم لخيو كرم يا جماعة صارت طفيتنا فوق اللي صار